اسكندرية السينمائي لاستلام تكريم الفنانة القديرة ماري كويني نظراً لاعتذار المخرج أحمد نادر جلال. فليتفضل المخرج الأستاذ عادل محمد عوض لاستلام درع الفنانة القديرة سمراء النيل مديحة يسري. فليتفضل الأستاذ خالد شاكر ابن شقيق الفنانة الدلوعة شادية لاستلام. تفضل الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لاستلام درع تكريم الفنانة القديرة ندرة الصباحي. الفنانة القديرة نادية لطفي.